كابتن جهاد، عايز اسالك توقعك لحكام مباراتي النهائي، مين شايفهم الافضل دلوقتي على الساحه ممكن يديروا مباراتي الاهلي والترجي؟ هو قبل ما اروح لك للماتش ده بس هتكلم على نقطه واحده او لقطه واحده ما عجبتنيش فيها ماريا ريبت ولحلب مباراهم، الكره بتاع ضرب علي معلول في الوجه دي الحكم فيها دفاع انذار، كان لازم دي كارت احمر مباشر، كان لازم يتم الاستدعاء ويدي كارت احمر مباشر للضرب في الوجه لعلي معلول بالمنظر ده، ما ينفعش تعدي بانذار، وبالتالي كان لازم تدخل حكم الفار. هرجع لك بقى للسؤال، بس كتر خيرها برضه يعني، انا النهارده انت حلاق حضرتك بتتكلم على فكره انه لقطه تحكيميه مهمه يعني، بس انا اقصد هي بشكل عام كتر خيرها عشان انقذت الاهلي النهارده في الهدف. احنا بنتكلم في تحكيم يا كريم، لا 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 ده انا بهزر. لو الاهلي تعثر، لو الاهلي تعثر النهارده في المباراه هتبقى لقطه تحكيميه مهمه، صح؟ زي ما لقطه الغاء الهدف مهم، فبتكلم في لقطه برضه كانت تحكيميه مهمه كانت ممكن يعني نختلف معاها فيها، صح. لكن في الاخر هقول لك انها خطا بس غير مؤثر في النتيجه، ده مهم، ده من حظها هي، بس هي عملت مباراه جيده النهارده هي وطاقم التحكيم بالكامل. عظيم. المباراة بقى انت بتسأل على الترجي والاهلي، نهائي عربي عربي. الخيارات كانت قبل كده في الاتحاد الافريقي دايما بيجيبوا حكم عربي لماتش من ماتشين وحكم افريقي لماتش من ماتشين. فتوقعي هيبقى في حكم عربي غالبا بنسبه كبيره هيبقى مصطفى غربال في شمال افريقيا، هو اللي هيبقى موجود في ماتش من ماتشين. وتوقعي هيبقى في حكم من الحكام الافارقه اللي موجودين مرشحين كاس العالم برضه في ماتش من ماتشين. طبعا الحكام المصريين والتوانسه مش موجودين، المغاربه اللي موجودين دلوقتي مش مؤهلين ان يحكم ماتش زي ده، مش الحكم، مفيش حكم مغربي مرشح كاس عالم اللي مرشحه حكمه مغربيه، فغالبا النهائي في المباراتين الاثنين هم من ضمن حكام المرشحين لكاس العالم، وبالتالي بقول لك حكم عربي في ماتش وحكم افريقي في ماتش. غالبا مصطفى غربال هيبقى اول ترشح او اول حد يتم اختياره، طعم جزائري يتم اختياره ماتش مصري تونسي، وهتلاقي في حكم في اي زون بقى من الزونات من مرشحي لكاس العالم حكم افريقي في ماتش من ماتشين. مين بقى ياخد الذهاب، مين ياخد العوده، بس هو ده توقع ان شاء الله الماتش الذهاب والعوده بالنسبه لنهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.